دكتورة زهراء علي دخيل، تحصيل علمي الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية، لها 24 بحث منشور وقيد النشر كذلك، كما لديها 5 كتب تتعلق في مجال اختصاص اللغة العربية وآدابها. السلام عليكم جميعا. من عبق ثرى مرقد الإمام علي عليه السلام، حيث أنفاس الملائكة وتسبيحهم المحدقين بمرقده الشريف، نحمدك اللهم حمدا أنت أهله، وتبارك اسمك وعزت كلمتك، ونستعينك ونلتمس رضاك، ونصلي على خير خلقك محمد وآله الطيبين، ونسلم تسليما كثيرا. يطيب لي في هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الغدير الأغر، وكما أقدم الشكر للجنتين العلمية والتحضيرية لمؤتمر أسبوع الإمامة الدولي الأول على إتاحتهما المجال للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر العلمي الرائد. عنوان البحث: دور الإمام علي عليه السلام في وضع أسس علم النحو العربي وتأسيس وتأصيل قواعده. لقد وقع على عاتق الإمام علي عليه السلام أن يواجه التحديات التي أصابت لغة القرآن الكريم جراء اختلاط العرب بغيرهم من القوميات والأجناس واللغات، الذي واجه الأمة الإسلامية وتكفل بمهمة الحفاظ على القرآن الكريم من اللحن والخطأ بعد انتشار الإسلام وازدياد الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم من القوميات والحضارات. وطبيعة الحال فإن اللحن بدأ يدب في ألسنة العرب وبدأت تضعف السليقة، ومن الطبيعي فإن النحو لم يظهر فجأة ولم يوضع عبثا، وقديما قيل إن الحاجة أم الاختراع. أملت الضرورة وضع أسس تصنيفية لضبط الكلام علاجا للمرض الذي يهدد الأمة الإسلامية ودستورها العظيم القرآن الكريم. إذن كانت النواة الأولى لعمل أبي الأسود الدؤلي في بناء التفكير في الكلمات والجمل، فالحروف التي يبنى بحسبها الكلام العربي، فأظهر هذا الوضع أن لكل حرف تنوعاً مقطعياً بحسب الضبط الذي تضبط به بالفتح والضم والكسر والسكون أو القطع أو سلب الحركة، وهذا الضبط أظهر تغير المعنى، معنى الفعل أو الاسم، وهذه الحركات هي نفسها الأساس المقطعي الحيوي في الاشتقاق والإعراب والوصل والقطع، حتى صارت الحركات لاحقاً دلائل على المعاني، فالضم علامة الفاعلية والفتح علامة المفعولية والكسر علامة الإضافة. إن مهمة ثقيلة وقعت على عاتق الإمام علي، وهي مهمة تقويم اللسان العربي وتصحيحه بعدما وقع فيه اللحن والخطأ في الكلام، وبدأ ينعكس ذلك سلباً حتى في قراءة القرآن الكريم الكلام المعجز. ومن يكون أحرص من الإمام علي في ذلك الوقت على تلك الأمة لئلا يضيع كتابها المقدس؟ لذلك نجده يدفع بصحيفة إلى أبي الأسود الدؤلي وضع فيها الأصول الأولية لهذا العلم، وحتى يفتح الطريق واسعاً أمام من يكمل تلك المهمة وينهض بأعباء تلك المسؤولية. وفي الحقيقة لقد تعددت الآراء لاختلاف الروايات في الواضع الأول للنحو وبداية هذا العلم، وسنناقش الروايات التي تدلنا على بداية وضع النحو العربي وعلى واضعه وسبب وضعه وغايته، وما أنجزه أبو الأسود الدؤلي بإشارة من الإمام علي وتوجيهه وإرشاده. بذلك الأسلوب البليغ الذي اصطنع فيه جوامع الكلم، والذي تعلمه الإمام علي من النبي صلى الله عليه وآله، وآتت له اللغة وانساقت له أمامه المفردات، فصنعها صنعة عالم مدرب على فن الكلم، فاستقام له الأسلوب ووضح أمام السامع الرؤية. فالإمام علي
يمتلك أسلوباً فخماً مفخماً مطبوعاً بالسليقة الأدبية، مغدقاً بالبلاغة القرآنية، مثمراً بالحكم الربانية. ليس بخاف على أحد أن الإمام علياً كان ربيب النبي وتلميذه الأول، وكان ملازماً له منذ طفولته، ويقيم معه في بيته قبل البعثة وبعدها، وهو زوج ابنته البتول وأبو سبطيه. وما من آية نزلت إلا والإمام علي عالم بكل جزئياتها، يقول عليه السلام: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا طلقا سؤولا. أولا، كانت أوليات اللغة والنحو، استنتجنا أن لفظة نحو أصيلة كل الأصالة في وضعها اللغوي وفي استعمالها الاصطلاحي، قد عرفها العربي وأدرك دلالاتها لغوياً وأدرك دلالاتها اصطلاحاً، وذلك بعد ممارسته المتعمدة لها بعد وضع علم النحو. ثانياً، تحدثنا عن سعة الإمام علي، عن سعة علم الإمام علي وغزارته وفكره الزاخر، فنذكر ذلك على سبيل المثال للحصر. ففي كنز العمال يقول عن علي قال: علمني رسول الله 1000 باب، كل باب يفتح 1000 باب. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله يعد عليا لقيادة الأمة من بعده فكريا وعلميا، فضلا عن قيادتها سياسيا، فأولاه العناية منذ صغره وضمه إليه، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله فيه قوله: إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وتعي، وحق على الله تعالى أن تعي، فنزلت وتعيها أذن واعية. ثالثاً، تحدثت أن الإمام علياً هو الرائد الأول في مضمار وضع اللبنات الأولى للنحو العربي، واحد أول من وضع النحو، السبب الداعي إلى وضع النحو، سبب وضع الإمام علي لعلم النحو العربي. حدثتنا الروايات عن الأسباب الباعثة على وضع النحو، فذكرت منها سببين يتعلقان بالقرآن واللحن في تلاوة آياته. الأول، عندما سمع الإمام علي عليه السلام أعرابياً يقرأ: لا يأكله إلا الخاطئين، فأنكر ذلك وبادر إلى التفكير في وضع النحو، وكان دخول الدؤل عليه. والآخر، عندما قرأ أحدهم آية إن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر لام رسوله بدل ضمها، فأنكر الدؤلي ذلك أيام عمر أو زياد، وبادر إلى نشر مبادئ النحو التي أخذها عن الإمام علي. كما نلاحظ إضافة إلى ما سبق موضوع تردد الدؤلي على الإمام علي وملاحظة الرقعة والدخول عليه بصورة يستدل عليها من الحديث أنها معتادة ودائمة، وما ذلك إلا لتلمذة الدؤلي على الإمام علي في قراءة القرآن، إذ هو من التابعين الذين درسوا على الصحابة وعلى سيد القراء والصحابة، ولذا فلقد لزمه وتتلمذ على يديه. تحدثت أيضاً عن الأسباب التي دعت إلى نقط المصحف، نقط إعراب، وسمي فيما بعد نقط أبي الأسود الدؤلي، وضبط حروف القرآن الكريم من قبل أبي الأسود الدؤلي. فبفضل ضبط أبي الأسود الدؤلي تحولت كتابة حروف العربية من مرحلة إلى مرحلة، فصار أمام ناظري القارئ والباحث بعد الضبط الحروف معلمة بعلامات مختلفة تبين ضم الشفتين بالحرف أو كسرهما أو فتحهما، وكان ترك العلامة علامة للوقف والسكون، واستقرت منتظمة مع الحروف، فلا حرف من دون حركة ولا حركة من دون حرف، فالعلامات مع الحروف في نسيج الكلمات والجمل والنصوص، وصار لها الاعتبار والمكان المعلومة المعروفة سواء ضبط بها الحرف أم لم يضبط. أيضاً، نعم، سأصل إلى النتائج الخاتمة، سأصل إلى الخاتمة بعد هذه الرحلة الماتعة في رحاب النحو العربي. أقول
اتضح من خلال البحث دور الإمام علي عليه السلام الرائد في موضوع تأصيل النحو وتأسيسه، كونه المحدد الأول والمقنن الأسبق والمؤسس الأوحد الذي جاز بالنحو من الممارسات الصليقية إلى وضع الأسس العلمية. أيضاً برز دور الدؤلي الذي قام به بإرشاد ودلة من الإمام علي عليه السلام، وقد مثل فيه الدؤلي دور المعلم الأول للنحو العربي الجامع للعلم والسليقة والمتصدي لتعليم الناس وتعليم وتعميم العلم والتوسع فيه. أيضاً حاول البحث الفصل بين المرحلة التنظيرية التي بدأها الإمام علي عليه السلام للنحو العربي بوضعه الأسس الأولية له، وبين المرحلة العملية التي بدأها أبو الأسود الدؤلي، وهي عملية نقط المصحف والمعروف بنقط الإعراب أو نقط المصحف، مستفيداً مما أملاه عليه أستاذه الإمام علي عليه السلام. ولعل عمله هذا هو ما أوهم بعض العلماء بأنه هو الواضع الأول للنحو العربي وليس الإمام علي. أيضاً إن مفهوم النحو عند الدؤلي لم يتجاوز حدود الاستقراء للسليقة والاحتذاء لعمل الإمام علي عليه السلام والتقيد بحدوده والتصدي للحون عبر المستجدات دون ما يحاول الدارسون المحدثون إلساقه به أو إنكاره عليه من عدم معرفته بمؤدى كلمة نحو، فكيف يقوم بعملها الذي يفهم حالياً من أنها قواعد تصون اللسان عن الخطأ؟ أيضاً عد الإمام علي عليه السلام المؤسس الحقيقي لعلوم العربية بأقسامها المختلفة صرفاً ونحواً وبلاغة. إن الإمام علياً شخصية فذة متعددة الجوانب، اشتملت على الجانب الديني الإلهي بأسمى صوره، وجسدت الواقعين العلمي والأدبي بأبهى ما يمكن أن يتضمنه من قيم ومضامين ورؤى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا جناب الدكتورة. أخواني الأعزاء، لا نترك المجال للأخوان الحضور إذا كانت هناك أي مداخلة أو نقاش. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا جزيلا. العفو تفضل، أكو أحد من الأخوان؟ المايك وين؟ أمير، أستاذ أمير. سؤال وهو ما أعراب لفظة ورسوله في الآية إن الله العفو دكتور شوقي ورسوله. ممكن العلماء الأجلاء يجيبون، يعني أنا ما زلت إن الله بريء. السؤال إن الله ما أعراب رسوله في الآية القرآنية التي ذكرتها إن الله فاعل فاعل ورسوله. أعتقد فاعل، بس العلماء الأجلاء يعني هم أفضل مني، ما زلت في بداية البحث العلمي، وأعتقد أن العلماء الأجلاء هم يعني لهم الأولوية. أعتقد فاعل، أعتقد فاعل. ولهذا سألت هي الأصح وليست بالبتة. نعم نعم. فما إعراب؟ ممكن فاعل. ماذا قالت؟ هي وردت في بحثي لأن الكثير يتوهم هنا في القاعة أن أنها جاءت بالفتحة على أساس أنها عطف لا على بالضم بصار. لا بالضم ليست كذلك بالضم. هذا من النحو القرآني. نعم أحسنتم. النحو القرآني يختلف عن النحو العربي، فهو من النحو القرآني. نستفيد منكم. نعم أحسنتم. نعم. هنا لفظة ورسول ليست عطف على لفظ الجلالة الله. نعم أحسنتم. إن الله جاءت منصوبة بإذنه، ورسوله هي ابتداء كما لو قلنا الله ورسوله. نستفيد منكم. شكرا جزيلا. نستفيد منكم. شكرا جزيلا جناب الدكتور. ما زلت في بداية مشوار البحث وأستفيد من الجميع. نعم شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة زهرة. شكرا جزيلا.